انضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوظ. سيد إيلي، أهلا وسهلا بك معنا، مساء الخير. نعود لنطرح ذات التساؤل الذي طرحناه ضمن تقريرنا السابق، هل لهذه الأسباب وجهت العقوبات ضد نعيم قاسم في ضربة استباقية له وللحزب؟ هناك أسباب كثيرة ذكرناها ضمن تقريرنا. خليني أقول أنه اللي بيعرف التركيب الحزبية والأمنية لحزب الله بيعرف تماما بأنه ما حدا بيقدر يتنبأ بما يضمر هذا الحزب، والحديث عن أنه نعيم قاسم قد يخلف حسن نصر الله على رأس حزب الله، هذا كلام أنا برأيي يعني خارج عن المنطق داخل حزب الله، لكون حزب الله هو تركيبة أمنية عسكرية سياسية، وهناك فصل بين اللعبة الأمنية المخابراتية بحزب الله وبين اللعبة السياسية. لذلك شاهدنا بالسابق أنه حسن نصر الله هو الوجه اللي بيطل على الجماهير، ولكن من يخطط ومن ينفذ ومن يقوم بالعمليات الأمنية والعسكرية هم ناس مش معروفين من قلهم إنكونيتو، وهذا تماما ما حصل مع مثلا عماد مغنية اللي بعدين من بعد يعني مقتله تبين شو كان عنده من أدوار أمنية داخل التنظيم المسمى بحزب الله. مشان هيك عم أقول أنه توجيه أصابع الاتهام إلى نعيم قاسم أمر طبيعي، لأنه نعيم قاسم هو جزء من التركيب داخل حزب الله، قريب جدا من السيد حسن نصر الله، هو وأسماء آخرين. طيب سيد إيلي، ما هو الدور الذي يلعبه بالتحديد نعيم قاسم في حزب الله، وهل ينال على رضا حسن نصر الله بالكامل؟ هيدا السؤال كثير مهم، بس هيدا السؤال كمان بيردنا على من حقيقة يأمر حزب الله. من يشغل حزب الله هو إيران، وتحديدا الحرس الثوري الإيراني. حزب الله يشبه الحشد الشعبي، يشبه الحرس الثوري، يشبه الحوثيين، يعني هذه كلها أذرع تابعة لإيران. لذلك يعني أنا أستبعد أن يكون نعيم قاسم يعني يدور بفلك خارج عن إرادة حسن نصر الله. هلا ببعض الأحيان ممكن يكون في تفاوت بين الأفرقاء، يكون في وجهات نظر، ولكن بدنا نشوف من يشغل هذه المجموعة. نعم. أنا برأيي التنظيم يعود إلى إيران والأوامر تعود إلى إيران، وإذا إيران كانت ترغب بإبقاء نعيم قاسم أو سواه في هذا المركز أو ذاك، لا يمكن لحسن نصر الله أو لسواه إقالة يعني أشخاص على هذا المستوى من الموقعية داخل حزب الله. قد يعني يمكن لحسن نصر الله تعيين نواب أو تسمية وزراء، لكن كل ما يتعلق بتركيبة حزب الله الأمنية السياسية على المستوى الكبير أنا برأيي تعود إلى الأساس، إلى المشغل الأساس، إلى الراعي الأساسي اللي هو إيران. في ظل وجود راعي أساسي مثل إيران، سيد إيلي، هل لاحظتم أي اختلاف في وجهات النظر تجاه بعض القضايا الهامة بين الرجلين، أم هو كما ذكرت حضرتك يدور في فلك، لا يدور في فلك خارج حزب نصر الله، داخل فقط؟ لا، أنا أستبعد هذا الكلام، والدليل أنه من تولى إدارة وتسمية المعركة الانتخابية الخاصة والعائدة لحزب الله هو نعيم قاسم شخصيا، بتوكيل مباشر وبتسمية مباشرة من حسن نصر الله. أنا برأيي الكلام الإعلامي حول اختلاف أو خلاف لا يعدو كونه مجرد كلام إعلامي. برجع بقول لحديثي اللي بلشته، حزب الله هو جسم عسكري أمني أوجدته إيران داخل المجتمع اللبناني، وطبيعي نقول أنه لا يمكن التفلت من عقال هذا المشغل، وطبيعي نقول أنه ما بيقدروا يحطوا نائب رئيس أو نائب أمين عام على خلاف مع الأمين العام. هذا كلام يعني لا يخدم إذا بدك المنطق السياسي والعقل الطبيعي اللي بفكر فيه، وإلا ليش بدهم يعملوا هذه الازدواجية داخل تركيبة حزب الله؟ نعم. خاصة أن الحزب يمر بأدق أزمنته، القيود المالية، القوانين. أنا بدي أذكر هون لأول مرة يصدر ثلاثة قوانين، إحنا هلأ في قانون ثالث عم يصدر عن الإدارة
الإدارة الأمريكية له علاقة، عنوانه نزع سلاح حزب الله. نحن ما شهدنا بعد بلبنان نعم. إنه أمريكا نعم سيدي، قرارات بحق ميليشيا في لبنان. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة من بيروت، رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوظ.